فيتامين سي، بسألك سؤال، فيتامين سي يذوب بالماي ولا بالدهون؟ ها؟ يذوب بالماي، ما يذوب بالدهون، يعني مو نفس فيتامين دال وفيتامين اي وفيتامين كي، لا، يذوب بالماي، يعني اذا خلص خلص. لو اقول لك الحين اخذ فيتامين سي، تقول اه مالي خلق، ولكن الجسم يعطيك علامات ترى مخلص فيتامين سي. اول شغله ضيق بالنفس، قد يكون عندك تنفس 100% ولكن قاعد يحوشك ضيق، ليش؟ فيتامين سي شو يسوي؟ يعزز الاكسجين بالجسم، زائد البشره وايد تاخذ كولاجين، البشره مو راضي تضبط، من يعزز الكولاجين؟ فيتامين سي، وايضا الهربس وايد يتكرر وخصوصا بالشفتان، وايضا لما تفرش اسنانك وايد ينزل دم من اللثه، عرفنا؟ وركز على المعلومه هذه، اذا شفت وايد شعر تحت الجلد شوف قاعد يطلع وقاعد تنتفه وقاعد تطلع، ترى جسمك ناقص فيتامين سي. من افضل الفواكه اللي تحتوي على فيتامين سي كومبلكس عندنا فاكهه الكامو، كامو تقدر تاخذها مكمل، ولكن اذا ما حصلتها اكل الاغذيه اللي تحتوي على فيتامين سي. زين شنو هو؟ دش جوجل يطلع لك. ونتكلم عن اعراف فيتامين اي. اول شغله فيتامين اي يذوب بالماء ولا بالدهون؟ يذوب بالدهون، ما يذوب بالماء. زين في اعراف تدل على نقص فيتامين اي؟ اي في، شوف ريجك كله ناشف، ما عندك أغشية مخاطية، ليش؟ لأن فيتامين A وهو اللي يعزز الأغشية المخاطية، وضروري مهم جدا تكون عندك أغشية مخاطية وايد، لأن هم اللي يمسكون الفيروس، هم يمسكون البكتيريا، أي جسم غريب من اللي يمسكه الأغشية المخاطية. وأيضا شنو؟ جلدك كله ناشف ومتشقق، وها لما يحوش إيدك الشمس أو إيدك على طول تصير حمراء وتلتهب، وأيضا العين شوف كله ناشفة، مهما حطيت مرطب على طول تنشف، فأخذ فيتامين A. وأيضا شنو؟ زقلالة بالعيون، ولكن هل إذا خذيت فيتامين خلاص الامور طيبه؟ لا، في شيء يشكل فيتامين اي، شنو؟ الزنك، ضروري جدا الزنك هو اللي يقول حق فيتامين اي يلا اشتغل، واضح؟ وعشان نضمن الزنك لازم يكون عندك حمض معده قوي، بعدها امورك ومشاكل والجلد والنظر كله يصير 100%، اوكي؟ يلا خذ زيت كبد الحوت، افضل الاشياء اللي تاخذها من فيتامين اي.